بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهر الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نبرأ إليك من حولنا وقوتنا، ونلتجئ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. استغفر الله العظيم واتوب اليه. تقدم معنا البحث في الاسابيع الفائته بتوفيق الله عن القلب، واخذنا ما في القلب من احكام، ولكن هذا القلب كيف يحيا وكيف يموت وكيف يغذى بنور الله، كل هذه الأحكام لا بد من معرفة الإنسان لها. القلب في الإنسان يحيا إذا أدرك بتوفيق الله سبحانه مرشدا كاملا التقى به، ثم صدق في محبته، ثم أخذ العهد عنه. لا يكفي اللقاء ولا تكفي الصحبة ما لم تكن هناك بيعة. فبحثنا اليوم عن البيعة كيف تكون. البيعة ثبتت في الكتاب والسنة والإجماع. الكتاب قول الله عز وجل: إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. ثم حذر الله عز وجل من نقض العهد فقال: فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، تنقلب عليه، وإذا انقلبت عليه تنقلب عليه قسوة قلب وفقر وانقطاع. نسأل الله السلامة. يقسو قلبه ثم ينقطع عن أهل الله وأولياء الله. فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما، أجرا في الدنيا تيسر أموره وتقضى حوائجه، وفي الآخرة تزلل له الأعمال فتكون الطاعة أحب إليه من حياته. أصل البيعة وأصل المعاهدة هو رباط المريد بالشيخ. إذا حصلت الاستقامة على دين الله، وكان من ثمرتها التخلي عن العيوب والتحلي بالفضائل والأخلاق وعلو الهمة حتى يبلغ مقام الإحسان. لو علم المريد ما في البيعة لسارع الخلق إلى البيعة بدون توقف. أصل البيعة رباط الأخ بالشيخ، الرباط الروحي، بيعة ومعاهدة. البيعة سميت بيعة
لأنك دخلت في سوق التجارة فبعت لله حياتك وبعت لله أوقاتك. والله تعالى قال: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. الله خلق النفس واشتراها وجعل مقابل الشراء جعل الجنة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فالبيعة عقد بين المريد وبين الشيخ. هذا العقد المريد يعطي شيء والشيخ يعطي شيء. أنت تعطي منك ذكر الله والشيخ عليه الإمداد والتوجه والإفاضة بفضل الله وبتوفيق الله. فالمريد الذاكر يكون له هذا الإمداد، ما ذكر قطع عنه الإمداد، يبقى صحبة ظاهرة من غير مدد، صحب وسمع بعض الكلام. وكما قلنا أن الذي يجالس أولياء الله يكون أحد رجلين، إما أن يصر منهم أو يصير منهم. إما أن يصر يأخذ جوي حطه بصدى يصر منهم أو بيصير منهم حسب الهمة والاستعداد والذكر. هذا حال المريد مع الشيخ. فلذلك متى بايع المريد شيخه على الذكر بدأت هذه المبايعة بأن تتوجه باستقامتك على الشريعة. ما عاد في طلعة برات الشرع. ولو أن المريد ذكر 1000 سنة لا يقبل منه إذا لم يقيد بشرع الله. التقيد بالشريعة. فالبيعة عون لك على التقيد بشرع الله. ومن تقيد بالشرع تخلى عن العيوب وتخلى عن النقائص وتجمل بالفضائل، فضائل وكمالات، وهي أم الأخلاق وأم علو الهمة وأم الاستقامة، حتى يبلغ مقام الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. هذا المراد من الشيخ، هذا المراد من البيعة. تحقق الآية هي في نفسك، أن تعبد الله كأنك تراه. هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله سيدنا جبريل عن الإحسان ما هو، فقال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. طيب، ما دام البيعة ثبتت بالكتاب والسنة، ليش الناس أعرضوا عنها؟ البيعة طريق الكمال، والإنسان دائما يحب النقص، والنفس دائما تحب النقص. أعرض الإنسان خشية أن يفوته شيء من الحياة، خشية أن يفوته شيء من مال الدنيا أو من حياة الدنيا، أعرض عن البيعة. ما أنه إذا بايع المريد وصدق في بيعته تتدفق عليه الدنيا وهي خادمة غير مخدومة، تخدمك، تتذلل بين يديك على مقدار تذللك لله وافتقارك إلى الله. تكون الدنيا خادمة للمؤمن. وما من أخ جالس بصدق وإخلاص إلا بارك الله له في رزقه ووسع عليه في عطائه
حتى يجعله في الدنيا من أهل السعة والبحبوحة. وما من أخترك الذكر وأعرض إلا وجد الحياة الشديدة القاسية، كما قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، يعني شديدة، ونحشره يوم القيامة أعمى. فإذا الحياة بالبيعة هي لسعادة الأخ، لسعادة الإنسان. البيعة معاهدة بينك وبين المربي، ومعاهدة بين الشيخ وبين رسول الله، فدائما يبقى الحبل متصل. وإذا كان الحبل متصلا فالدنيا تأتي إلى الإنسان بغير انقطاع، صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل حذر المريد من ترك البيعة أو نقض البيعة. إذا بايع بده يواصل ويلازم على البيعة إلى أن يلقى الله. البيعة ليست هي ساعة أو أيام، البيعة عهد في عنقك إلى أن تلقى الله عليه، هذه البيعة. فإذا نقض فالله تعالى يقول: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. فإذا كان الله عز وجل لا تنقض العهد، كان العرب يعرفوا إذا عاهد الإنسان فالعهد إلى أن يلقى الله. لما النبي عليه الصلاة والسلام بايع الصحابة في لما أتوا لفتح مكة وما دخلوهم وصارت مفاوضات، فالنبي طلب من الصحابة يبايعوا: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. بايعهم واحد واحد، إلا واحد راح تخبى بين إجرين الناقة، ما بده يبايع، خاف. فالنبي نادى: ليش ما بدك تبايع؟ قال: والله يا رسول الله أنا إنسان خويف جبان، خايف بايعك وأنقض البيعة، فلذلك أنت الأفضل ما بايع حتى ما أنقض البيعة، خاف ينقض البيعة. هلا المسلم ببايع ما عرفان شو البيعة، لذلك بيجي أخ بده يبايع الشيخ، قال له: يا ابني أول كل لازم على المجالس على الصحبة يكون في إلك أخ مرتبط بالشيخ تتعلم منه الصحبة، المحبة، كيف تكون حتى إذا بايعت تكون صادق في البيعة ما تنقض. بايع ثم نقض، بايع على الذكر ما ذكر، بايع على تلاوة القرآن ما قرأ، هذا نقض البيعة. وإذا نقض البيعة تنقلب الحياة عليه، بدل السعة ضيق وشدة، وبدل المحبوحة فقر وضيق، غير حياته. شو صار لنا؟ ليش صاير معنا؟ لأنك نقضت العهد وخالفت البيعة. فإذا البيعة لا بد للإنسان أن يكون عارفا ما هي البيعة، معاهدة بينك وبين الشيخ تؤدي ما عليك من ذكر، والشيخ يؤدي ما عليه من التوجه والإمداد بينك وبين الشيخ. وما دمت على العهد فروحانية أهل الله لا تقصر في إمداد ذاكر، ما بإيدهم. ما ظن أن الشيخ حب يمد الأخ ما حب، لا يعني. أمر بدون إرادته، روح تمد كل أخ التقى بها،
لو كان بينهما مسافة المشرق والمغرب. الروح ليس بينها وبين من يلتقي بها، ليس هناك مسافات، المسافات للجسد، أما الروح ما فيها مسافة. وانت قاعد لاحظ انه بدك تزور النبي عليه الصلاة والسلام، شوف حالك بالمدينة المنورة، ملاحظة، طرفة عين شوف حالك في المدينة المنورة. فممكن يكون قرايبك مسافر، انت بدك بدك قرايبك، بدك تشوف قرايبك، مجرد ما يخطر ببالك بتشوفه. فإذا الروح ليس بينها وبين الروح بعد ولا مسافات، إنما المسافة للجسد. فمجرد ما الأخ يصير له رباط مع الشيخ يصله الإمداد ما دام ذاكرا، أما إذا ترك الذكر هو قطع الإمداد عنه. الذكر بالنسبة للأخ مثل المغناطيس لروحانية الشيخ، كل ما ذكرت أكثر كل ما بتجذب روحانية الشيخ لك أكثر. متى ما جذبت روح الشيخ معناتها صار لك الإمداد أوسع والعطاء أوسع والتقرب إلى الله بسرعة. في أخ لذلك بيقعد 10 سنين ما بيصير له فتح، في أخ ب10 أيام بيصير له فتح. هذا صاحب همة، هذا ما عنده همة. هذا صاحب صدق في الذكر، هذا ما عنده ذكر. لذلك بيصل إلى الجفاء، بيقعد شهر شهرين سنة ما صار فتح، لأنه أنت يا ابني ما عم تذكر. والله يا شيخ عم بذكر. له يا ابني أنت عم تذكر يوم وبتترك يومين، تذكر يومين بتترك 4، عم تذكر على كيفك، ما عم تذكر على البيعة والمعاهدة. البيعة أذكر الله ذكرا كثيرا، أنت عم تذكر ذكر قليل، فأنت اللي خالفت. لذلك إذا أنت خالفت أنت رح تقطع عنك الإمداد. إنسان ساحب كهرباء لبيته، ساحب كهرباء للبيت، ما دام عم تكبس هالزر تشعل الكهرباء. فإذا تركت كبس الزر ما في كهرباء، أنت اللي حتعيش بالعتمة. الكهرباء موجودة لكن أنت قصرت في كبس الزر. كبس الزر قيام الأخ بالذكر، فمتى الأخ ذكر اشتعلت الكهرباء عنده، متى ترك الذكر انطفت الكهرباء. ولو كان ممدود الكهرباء والتلفزيون موجود والراديو موجود والغسالة موجودة والبراد موجود، لكن ما في كهرباء، انقطعت الكهرباء عن كل البيت بما فيه. ما انه شو بيكلفه كبس هالزر، الديجنتور طق الديجنتور صار في الكهرباء شوية تماس طق الديجنتور ويا أخي انطفت الكهرباء وارفعه، مجرد ما ترفعه وصلت الكهرباء. ارفع همتك، ارفع استعدادك تصل الكهرباء، لكن هو قاعد بده اللهم وخذ لنا الكهرباء، اللهم ابعث لنا الكهرباء. هو ما عم يفز يرفع الديجنتور ما تيجي الكهرباء. فإذا البيعة ما هي إلا عهد، وهذا العهد بينك وبين روحانية الشيخ. البيعة ظاهرا مع الشيخ، حط إيدك بإيده، هذه البيعة الظاهرة. أما البيعة الباطنة الروحية هي رباط روحك بروح الشيخ. الشيخ بدنا نبحث عنه، بده جلسة خاصة نحكي مين هذا الشيخ، هل هو الدقن واللفة
والجبه ولا لا يا ابني؟ بصوره مختصره يا ابني، الشيخ محوله، محوله كهربائيه مرتبطه بالخزان الاكبر بسيدنا رسول الله، كهرباء واصله الها. فانت اذا وصلت فيها، اذا بتجي الكهرباء قويه فالطرنس بخفف لك الكهرباء على قد البلورات تبعك، 110 بتجي 110، 220 220، على قد الكهرباء اللي عندك. واذا اجت ضعيفه بقوي لك اياها حتى تعطيك النور الكامل. هذا مثال الشيخ يا ابني، مثال الشيخ، مثال غرفة فيها ترنسات الكهرباء وفيها لوحة تلفزيون، لوحة الهاتف، سنترال بيسموه، ما هي لوحة الهاتف سنترال. فالسنترال قاعد عليه، شو شغلته؟ اجت مكالمة لفلان بيوصله بيشريط، اجت مكالمة ثانية بيوصله بيشريط، انتهت المكالمة بيمن هون بحطها هون، دائما عم يوصل فلان وعم يوصل فلان. فممكن تجي بالساعة أكثر من 150 مكالمة عم يوصلوا كلهم هو قاعد. هذه روحانية الشيخ. فمرة ترانس عم يعطيك القوة التي تتناسب معك، ومرة لوحة سنترال عم يوصلك بمن تريد. فمرة كن قاعد، بيخطر لبالك نبينا عليه الصلاة والسلام، بيخطر لبالك أحد الأولياء، فمعناتها الوصال اتصل لي هذا الامداد من النبي من الولي، بدك تاخذ تعرف. فالانسان دائما المريد، نقول له انت دائما يا ابني تحت المراقبه، فما بتعرف امتى بيجيك هالامداد. ممكن تكون انت ماشي في الطريق، انت ماشي بالطريق عم تفكر، اجى لبالك شيء يا ابني، معناتها في لك هلا رزق، في لك مدد. تبغ نفسك دخت وإما جناب، تريح بالك شوي، بهاللحظات ارتبط بروحانية شيخك، تنال من الفضل ومن العطاء ما لا ينال الذاكرين بجلساتهم أيام طويلة. عطايا إلهية بدون حد، بمجرد ما يخطر ببالك. واحد هو ماشي بالطريق خطر لباله سيدنا شاه نقشبند، جايك من ناحيته المدد منه جاي، ارتبط بروحانية شيخك فيصل إليك المدد من طريق شيخك كاملا. البيعة إلها حياة غالية وحياة نادرة لا يعرفها إلا أصحاب الذوق. فالناس بيظن أن البيعة حط إيده بيد الشيخ وبايع الشيخ وانتهى، لا يا ابني. البيعة لها أنواع، ممكن أن تكون انفرادية وممكن أن تكون جماعية، ممكن أن يكون التلقين خاص وممكن أن يكون التلقين عام. نبحث كل واحدة حتى تنتبهوا. أسأل الله أن ينفعني وإياكم. البيعة الانفرادية، النبي عليه الصلاة والسلام بايع وعاهد انفرادا، وإما الصحابي
قال واقف على قاعد حط ايدك بايدي، عاهدتني بايعتني على السمع والطاعة على كذا، نعم صارت معاهدة وبيعة. هذه البيعة من أول صفاتها تبديل الأخلاق وتبديل الأعمال، هي أول صفة من صفات البيعة، أنها تبدل فيك أخلاقك وتبدل فيها معاملتك. بيكون الأخ نزق حد، بيكون الأخ شارد بيشرد بيعمل كذا وكذا، لما ببايع التزم مع روحانية الشيخ فانقطع عن كل الميول الخارجية، ما عاد فيه نظر، ما عاد ينظر، كلام سافل ما عاد يتكلم، سماع ما عاد يسمع، دائما بده بقى مع الله مع روحانية أهل الله. هي البيعة الظاهرة. هذه البيعة إذا كانت غيرت فيك صفاتك وغيرت أخلاقك، أنت انتفعت بصحبتك وانتفعت ببيعتك. أما إذا قصر عن الذكر وقصر عن السلوك فبتم مثل ما هو، بل والله ما انتفعت لأنه أنت يا ابني أنت ما شعلت الكهرباء، مددنا لك، حطينا لك تريات، حطينا لك نيونات، حطينا لك، أنت ما شعلت الكهرباء. بقول والله أنا عم أروح على البيت، عم بحضر الدرس، لكن أنت ما شعلت الكهرباء. في ناس لما بتطلع من البيت بيطفي الهاوس، طفى الكهرباء عن البيت. لما بيجي بيشعل الهاوس بتشعل الكهرباء. فأما فات للبيت وما شعل الهاوس، يقول أخي ما عم تشعل الكهرباء ليش؟ يقول لأنك ما رفعت الهاوس، بدها شوية همة ترفع الهاوس. حياة أهل الله يا ابن والله حياة، بس نقول غير حياة الإنسان، غير حياة الناس. حياة الناس طعام وشراب، حياة أهل الله وصال وأنس وحضور وشهود. في فرق بين هذا وبين هذا. إذا كان الإنسان عرف كيف يجالس أحباب الله وكيف يصحب أولياء الله بيتغير كم درجة؟ 180 درجة. إذا كان عرف كيف يذكر الله عز وجل، فصلى الله عليه وسلم عاهد الصحابة مرة ومرتين وثلاثة، نادى لبعض الصحابة تعال أبايعك، قال يا رسول الله بايعتني، قال له تعال أبايعك. أول مرة بايعه على الذكر، ثاني مرة بايعه على السمع والطاعة، ثالث مرة بايعه على الجهاد، رابع مرة بايعه على نشر الإسلام. كل بيعة عم يعاهد النبي عليها وبقي عليها حتى يلقى الله. هذا يا ابني الأخ الصادق في البيعة. فإذا عرفنا نحن كيف نبايع الأخ، ما مجرد ما يجي يحط إيده بإيد الشيخ يبايع من الأول، كل يا ابني أصحب فلان، جالس فلان، أذكر الله معه حتى يتهيأ القلب. البيع يا أخواني، عندك بلورة 40 شمعة حطيتها بالتيار العالي 1200 شمعة، إذا حطيتها البلورة بها التيار شو بيصير فيها؟ بتطق، بتنفجر، ما بتتحمل. هكذا يا ابني إذا كان الأخ أتى دغري بده يبايع من غير ما يكون مهيئ للذكر، تهيئة الذكر بتوسع قلبك، بتوسع مدارك روحانيتك، ثم إذا بايعت بتكون على المستوى. وإلا يقولوا أخي فوق الله فلان انسلب،
هي معروفة عند الناس، بقول فلان انسلب فلان جن. الذكر يا ابني لا بيسلب ولا بجن، لكن لما عم يلتقي مع شيخه عم يلتقي وهو على غير استعداد، بالون تبعك بده 5 نفخات، اجت نفخة قوية، شو بيصير بالبالون؟ بينفجر. انت ما تحملت انه ما اعطيت نفسك استعدادها. كل واحد فيكم، لا تشوفوا حالكم انه صغار، كل واحد فيكم عنده استعداد ان يشهد الملائكة وان يشعر بقرب الله اليه. كل واحد فيكم ما دام فيك هالروح الالهية ونفخت فيه من روحي عندك هالاستعداد، لكن انت معطل الحواس اللي بدك تصل لها الحالة، معطل القلب اللي بده يعطيك هالحالة. فإذا اشتغلت بذكر الله بصر لك هالحالة، وما بده شوية همة يا ابني. ساعة همة خير من سنة صحبة. واحد عم يقعد سنة بالدرس، واحد عطى همة في الصحبة في المحبة، همة ساعة، همة ساعة خير من مجالسة سنة من غير ذمة. فلو عرف إذن الأخ لازم تصحب بالهمة، همة عزيمة، الله عز وجل يدوقكم ويعرفكم يا أب. الحكي ما مثل العمل. مين منكم بيحسن يوصف لي لذة البقلاوة؟ العسل. مين بيحسن يعرف لي حلاوة العسل؟ حلو، شلون حلو؟ مثل حلاوة السكر؟ لا. القطر؟ لا. دوقه بتعرف. يلي بيدوقه بيعرف. ما حلاوة العسل والله بزرة أمام حلاوة اسم الله. الله. فهذا يا ابني الذكر لما بصر لك ذكر الله بتعرف شو معناه الذكر. هذا إذا كان صار له همة لذكر الله. التخت والفرشة والحيطان كله الله الله، كله اشتغل بالذكر. نعم، كل الكون بيتجاوب مع الذاكر إذا ذكر. فصلى الله عليه وسلم عاهد سيدنا علي وعاهد أدى صحابة من الأطفال، كما أنه عاهد الرجال معاهدة عامة، منهم عاهدهم على الجهاد، منهم عاهدهم على الذكر، منهم عاهدهم. سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وأرضاه في زمنه انتشرت المعاصي والفواحش، ففتح باب البيعة عن مصراعين، يلي بيبايع الشيخ عن مصراعين. البيعة ما لك الواحد، البيعة اللي بتكون عنده استعداد بيصير له حب بيصير بعدين بيبايعه. فتح البيعة عن مصراعين، اهتدى على يديه الآلاف، تركوا المعاصي تركوا الفواحش، غير مسيرة الشعب بالبيعة. كانوا يعرفوا معنى البيعة معاهدة، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. فإذا كانت بيعة معاهدة بدك توفي بالمعاهدة. إذا كان واحد منكم راعى البنك وتدين 100,000 وكتب كونترات إنه كل شهر بده يدفع 10,000، بيقصر؟ بيقصر؟ إذا قصر شو بيصير؟ بيحجزوا له على المحل، بيحجزوا له على المال. بدك تأدي 10,000 كل شهر بدك تدفع. هذا عهد بينك وبين الشيخ، بدك تكون ذاكر لله عز وجل. فتلقين يا ابني السالك، عندنا البيعة على نوعان،
بيعة وسلوك، بيعة وسلوك. البيعة معاهدة على الذكر، والسلوك التخلق بكمال الأخلاق. ومتى بدأت الذكرى وبدأت تتخلق بفضائل الأخلاق؟ فضائل الأخلاق لازم أني كل واحد منا لازم يمشي على هالطريقة، تقرأ أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. النبي كان صادقا، بدك تتخلق بالصدق، حط 10 أيام أن تتخلق بالصدق، كل خلق جعل له شهر، بالسنة بتتخلق 12 خلق، كل شهر خلق، هالشهر الصدق، ما ممكن أكذب ولا بكلمة، صدق في القول، صدق في الصحبة، صدق في المحبة، صدق في الذكر، صدق بالكل. ثاني شهر الوفاء، يكون وفاء في الصحبة في المحبة في الآداب في الأخلاق، وفاء. شهر الثالث الأمانة، شهر هالأخلاق. فبالسنة 12 خلق، 10 سنوات 120 خلق. والنبي يقول إن لله 117 خلقا، من تخلق بخلق منها دخل الجنة. هذا السلوك، السلوك التخلق بفضائل الأخلاق. فإذا إنسان ذكر وسلك ولو بأول خلق، هذا الإنسان يدخل في سلسلة القوم، يدخل السلالة. متى بدأ الذكر وبدأ بتغيير أول خلق، يدخل في السلسلة، السلالة اللي عم نقرأها بالختم، دخل في السلالة، دخل في محبتهم، دخل في صحبتهم، دخل في روحانيتهم، دخل في السلالة. وإذا دخل في السلالة صار فتحه عطاؤه، صار يتوجه الشيخ إلى الله عز وجل، يتوجه الشيخ إلى الله مع الاستمداد من روحانية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعدها يفرغ على المريد من هذا الحال ما يغذي المريد من غير تعب. هذا السالك. شلون لما بيكون الابن ببطن أمه، منين عم يتغذى؟ من دم أمه عم يتغذى، من دم أمه، لا عم بيعليك ولا عم ياكل، عم يصل الدم خالص. هكذا المريد في اول سلوكه مع الشيخ ياخذ الغذاء كاملا. فالشيخ يتوجه الى الله عز وجل مع ارتباطه بروحانيه رسول الله، ثم يفرغ هذا العطاء بروحانيه الشيخ فيصبه في قلبه من امداد التوجه. وأكثر من ذلك، الشيخ يكتب في قلبك بقلم النور، بينكتب في القلب. الله عز وجل قال كتب في قلوبهم الإيمان، كتب في قلوبهم الإيمان، وبعدها وأيدهم بروح منه. ما بس كتب، أيدهم في تأييد إلهي. فهذا يا ابني لما بيكون مع الشيخ بيكتب في قلبه صدق الاستقامة، بيكتب في قلبه روح المراقبة، فبصير عندك دائما وانت ماشي في الطريق دائما تراقب أن الله معك أينما جلست،
تراقب أن الله معك. سبحان الله. فإذا كان في أكثر أوقاتك مع الله، والله تعالى يقول في الحديث القدسي: إذا ذكرني عبدي في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأه. الله أكبر. الله يذكرك. نعم. الله يوفقكم يا ابني، الله يوفقكم لذكر الله يا ابني، تكونوا ذاكرين لله. جلسة الذكر يا ابني ما تقعد مع الأخوان تقعد تذكر، جلسة الذكر عطشان ورد الماء. هاي جلسة الذكر عطشان ورد الماء. شلون بيشرب؟ ما لقى كاسة، بيقعد بغب غب عطشان. فالذكر عطشان للإيمان، الذكر هو مجالس الإيمان. من أراد أن يزداد إيمانه إيمانا فعليه بكثرة الذكر. ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون. ما في ريبة، ما في شك، عود واذكر. فمتى انكتب في قلبك بالقلم النوراني، متى كتب المستمد من حضرة الله كتب في قلوبهم الإيمان، متى ما انكتب في قلبك ذلك، ثبت حبك لله وثبت ذكرك وثبت إيمانك، وراحت معك طبعا إلى أن تلقى الله. ما بقى في انشغال، ما بقى في التفات. لو بيصير عمرك 500 سنة تبقى على ما أنت عليه من الصلة والروحانية حتى تلقى الله عز وجل على ذلك. هذا التوجه يا ابني، هذا توجه الشيخ، هذا السلوك، حتى الأخ يعرف إنه شلون عم يعني عم جالس الشيخ. أنت شو عم جالس؟ جاي تسمع؟ مجالسنا ما مجالس سماع. سيدنا الرفاعية والشاذلية والقادرية رضي الله عنه عندهم سماع، السماع القصائد والمدح يلي بيذكروا عليها. نحن ما عندنا سماع، نحن عندنا حضور قلب مع الله. عود، غمض عيونك، اذكر الله عز وجل. ما بدها زم، ما في حلقة، ما في، عود لحالك اشتغل بالذكر. فمتى ذكرت الله عز وجل تتحقق في صلتك بالله وحبك لله عز وجل. فممكن الشيخ يلقنك الذكر ابني. وانتبهوا علي، إذا كان الشيخ بدأ بالتلقين، مثال التلقين من الشيخ للأخ: الشيخ يغرس البذرة في قلبك، بذرة الله الله بزرعت لك إياها في قلبك. إذا زرعنا النوايا بالأرض بدها مطر، بدها سقاية. إذا انسقيت فورا تتشقق بيطلع عرقها لفوق، وإذا ما انسقيت لح تموت. فالشيخ بيغرس لك اسم الله في القلب، هاي البيعة. أنت بدك تسقيها، عليك السقاية. فما دمت بتسقيها يسرع يسرع نباتها، أما إذا تركت سقايتها بتموت، تكون خسرتها وخسرت تلك الشجرة. فانفلاقها، انفلاق البذرة على فضل الله وتوفيقه. أما إذا ما ذكرت ما بتنفلق البذرة. عليك السقاية، على الشيخ الزرع، وعليك السقاية، وعلى الله الإنبات. هذا الذكر.
الشيخ بيزرع لك البذرة، أنت بتسقيها والله ينبتها ويخرج ورقها على قدر الري وعلى قدر السقاية. تسقيها كل يوم شوي تنبت، تسقيها بالجمعة مرة تنبت، تسقيها بالشهر مرة، على حسب السقاية. فإذا واحد قال والله ما طلعت، فبنقول له الحق مو على هاللي غرس، ما طلعت شيء غرس، حق عليك اللي ما سقيت. لذلك أول ما بصير البيعة فورا تابع الذكر، لازم الذكر حتى السقاية تكون سريعة فيكون الإنبات، فيكون الإنبات بسرعة. فما صار له ما سقى، بذرة ما بتطلع، ممكن ما يكون لك نصيب بقلب شيخك، ممكن يكون عند شيخ تاني، روح لعند شيخ تاني بتنبت بسقيها تنبت، بدها سقاية. عليكم السقاية وعلى الله الإنبات، ولا تستعجل الإنبات. إمتى بدها تنبت البذرة؟ اسقي وما عليك أنت، عليك السقاية وعلى الله الإنبات. ومتى طلع العرق اعتني فيه، ما دمت عم تعتني فيه وحاطه حول حصن بيكبر بصير شجرة. إذا خليته فلتان بيجي مع زايب تاكله، أو تجي بقرة تضمه وراحت عليك. بدك تحمي اسم الله في قلبك، بدك تحميه من مجالسة الغافلين، من مجالسة المسيئين، من الانحراف. بدك تبني اسم الله في القلب مع حماية الذكر، فلعل الله عز وجل أن يفتح عليك وتنشق البذرة وتطلع شجرتها، وبعدين تعرف تأكل من ثمرها المر ولا الحلو. حلو. وين كانت الشجرة مخباية؟ بها البذرة. شجرة عم تحمل 80 كيلو تمر، بها البذرة كانت مخباية. الشيخ رح يحط لك هالبذرة، وأنت عليك سقايتها، وعلى حسب الهمة تنبت وبتطالع الثمر، وعندها يفرح المؤمنون بنصر الله. لما بيجيك الفتح الله يلهمنا وإياكم يا ابني الرشد. والله بعض أوقات بمر على الذاكر، يمر عليه دقائق أو ثواني، والله الثانية ما بيبيعها بملء الدنيا ذهب. كل لحظة من لحظات الذكر خير من ملء الدنيا ذهبا. ألا يكفيك شرفا أنك جليس الله، جليس الله. يقول الله تعالى أنا جليس من ذكرني، جليس الله. الله أكبر. لما بتجالس وتكون صادق في الذكر، صادق في المجالسة والتوجه، ينكشف لك جزء جزء، ترى مكانك وحول مكانك، بل ترى الكون يذكر الله كله. نعم. وانت وين صفيت؟ انت صرت نور، ما بقى لك وجود، نورك سيطر على الوجود، فصار يذكر الله. وكلما اشتد رباطك كلما اشتد عطاؤك. لذلك صحبة أهل الله ما صحبة علم ودفتر وكتابة، صحبة يا ابني قلب روح. ما دام القلب عم بيشتغل فالصلة موجودة، والعطاء موجود، والفتح موجود. وبعدين عود اقرأ قرآن،
يأتيك من المعاني للقرآن ما له موجود بالكتب. أفلا يتدبرون معناتها في تدبر لكل واحد، تكون عم تقرا الآية بتفهم منها، تفهم منها شيء. الله أكبر، هيك هذه الآية والله ما نفهمها، عم تقراها بتعيدها مرة ثانية ومرة ثالثة تفهم معاني منها. بيجوا بيسألوني بعض الإخوان الآية مر معي كذا كذا صحيح؟ نعم يا ابني هذا صحيح. في أخ أمي ما بيقرأ ولا بيكتب لكن عم بيحفظ قرآن على السماع على المسجلة عم بيحفظ، فعم يقرأ هيك مر بآية الله عز وجل قال حدائق وأعنابا وكواكب، لا اللهم صل على سيدنا محمد، في سورة عما أظن أو لا في سورة مين عم بيحكي؟ لا لا آية سئل عنها سيدنا أبو بكر الصديق، فاكهة وأبا، قال لي الله عز وجل خلق الفاكهة إلنا، كان لم يخلقها، قال لي أنا فهمت غير هيك، قلت له شو فهمت منها؟ قال لي الفاكهة تفاح وبردقان ومشمش وزيتون وكذا، قال لي أنا فكرت الفاكهة مرة فاكهة الحضور، مرة فاكهة الشهود، مرة فاكهة الأنس بالله، مرة فاكهة شو هالفهم هذا؟ هي فاكهة. والأب قال لي غذاء السيارة الزيت والبنزين والشحم، هذا الأب، هذا كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام الفاكهة معروفة والأب أكل الدواب، الحشيش هذا يقال له أب، التبن يقال له أب، فاكهة لكم وأبا لحيواناتكم، لذلك الآية الثانية شرحتها متاعا لكم ولأنعامكم. وما ما عرف هيك، عرف الفاكهة الله ينوع له العطايا، ينوع له الفتح، ينوع له الإمداد، تنويع. والله هذا فهم جديد، فهم جديد. قلت له أنت شو تقرأ؟ قال لي والله أنا أمي ما بعرف برا، أنا عم بسمع وأحفظ على السماع لكن ذاكر لله، ذاكر. والذكر يا ابني شو بيفتح؟ الله بيفتح عليه. كان عنا أخ الله عز وجل بغمده برحمته، بالثاني أمي بالصالحية، كان الله مسلطه على باب توما يحمل على الفرس الفجل والسلع وبقدونس والكزبرة وماشي بالطريق، بيمشي بالطريق سلع وكزبرة فجل نعنع الترخون عم يبيع، كل ما اجى واحد بده يشتري من عنده، مسيحي بده يشتري من عنده، بنشوف هالفجلات ما في منهم، صبار هون ما بيحل، فجلة حمراء عرقها أخضر، شوف هالتابلو هذا ما أحلى، هذا تابلو صور ما أحلى، فجلة حمراء عرقها أخضر جواتها أبيض، فلا الحمار أثر عن جواني ولا جواني أثر عن براني. قال له أنت بتحب الله ولا بتحب المسيح؟ المسيح شو عمل؟ كم فجلي سوا؟ كم سلقاية سوا؟ كم يعلقوا ما يتركوا لي أسلم،
من وراء الفجل والسبانخ والبقدونس أسلم أكثر من 30-40 مسيحي. فشيخنا قال له مرة، قال له شلون عم تجيبهم؟ طالع المسمع قال له سيدي بهي، قال له بذكر الله على بكرة ساعة وبنزل بحمل وبنزل. اجا مرة خوري له بده يشتري من عنده، فجأة لي قال له ابونا انا ما رح ابيعها، اشتري من عند غيري. قال له ليه؟ عم بدفع لك ثمن، ليش ما؟ قال له انا اللي ببيعه ببيعه من بضاعة الله. انت بتحب بضاعة المسيح، روح خلي المسيح يعطيك بضاعة. دغري ده. قال له المسيح ما بيبيع فجر. قال له ما بيع سيدنا طالع فجر؟ لا. شلون عم تعبدوا لك؟ بالطريق بالطريق الخوري قام القلوصة وقال له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. هذا الذكر ابن روح ما عرفني أمي، لكن عرف ذكر الله، عرف الفتح من طريق محبة الله عز وجل. فكل واحد ما دام اشتغل بالذكر بصر له هذا الفتح الإلهي. فأجمع أولياء الله رضوان الله عليهم أن تولي الذكر بعد التلقين. بعد ما بيلقنك الشيخ لازم الذكر، تولي الذكر بعد التلقين كتوالي المطر على النواة بعد غرسها. إذا المطر نزلت على هالنواية شو بيصير بالنواية؟ الجمعة تتفسخ وبيطلع عرقها. إذا لا يكفي المريد بعد تلقين الذكر، لا يكفي حضوره مع المريدين، ولا يكفي حضوره مجلس الذكر الصباحي أو المسائي، لا يكفي، إنما يجب عليه أن يلازم. إذا بس جلسة الذكر الصباحية ذكر بس، مثال مثال اللي عم ينقط نقطة على بكرة ونقطة عشية على هالبزرة، نقطة على بكرة ونقطة عشية، بما يصير المساء نشفت النقطة، بما يصير الصباح نشفت النقطة، البزرة ما أخذت شيء، فتموت البزرة. بدأ أنت تتعب، أنت تتعب على ذكر الله، لازم على الذكر حتى يصير لك الفتح. الشيوخ بيقول لك نص ساعة صباحا ونص ساعة مساء، لكن إذا كان أنت جوعان حطينا لك ارص عجوة على بكرة وارص عجوة عشية بكفيك. هذا تحلاي. اما بده رغيفين خبز بده وقيتين لحمة بينفت فيهم، اما على ارص عجوة ذاك ابني بدكم انتو تشتغلوا بالذكر حتى تحصلوا الفتح بتوفيق الله وبمحبة الله. لذلك يحتاج من يطلب اخذ العهد وتلقين الذكر، يحتاج من يعلمه أولا محبة الشيخ، من يعلمه من هو الشيخ، كيف تجالس الشيخ. هذا واجب الأخ في الحلقة، هذا واجب يعرف الإخوان من هو الشيخ، كيف تجالسه، كيف تصاحبه، كيف بدك تستمد منه. هي مجالسة الأخ. بعد ما بيتعلم هذا الحب من علم علوم الشريعة، ذاكر بده يكون يتعلم علوم الشريعة. شو علوم الشريعة؟ ما بس أحكام العبادة والصلاة،
بدك تعرف انه اذا حصل عندك فتح هل يوافق الشرع او لا يوافق الشرع. بدي ذكر ما بكفي درسنا واخذنا شهاده وصلنا خطباء وصلنا، بدي ذكر يعني ما عنده ذكر ما عنده روح. الذكر بالنسبة للعالم مثل السمن البلدي بالنسبة للرز. رز بلا سمن البلدي شو بيكون؟ بسموه رز لبة، كبتولة واحدة. هذا بالصين بأندونيسيا بيسقوا الرز بيحطوه بورقة الموز، رز لبة مسلوق كبتولي هيك لبسه حطوه مثل الساندويشه. بده سمن، فعلم ودراسه وكتب وشهادات. ما في ذكر بيقعد بالبيت لحاله بالكتاب بيشتغل من كتاب لكتاب ما حدا بينتفع فيه. لو نزل بده على الدرس بده يساوي درس، كم واحد بيقعد حواليه؟ الله يفي عنا. لكن امضاية اهل الله يا ابني، عم نشتغل بامضاية اهل الله. اهل الله في عندهم فتح، نعم الله عز وجل لا يحرمنا من فتح اهل الله. فمن كل حركة الى ميزان شرعي. الأنوار بعض أوقات بتكون من الشيطان، أنوار تكون من الشيطان بعض أوقات من الشيطان، نعم حتى يضغيك. وأهلك كثير من العباد من هالطريق، هذا بيورجيه أنوار، شعلت الأنوار عنده، شعلت شو هذا، هاي أنوار ذكرك، هاي أنوار إيه عطاء الله إلك، أنت أديت حق العبادة ونحن أسقطنا عنك التكاليف. خلاص لا أبدأ الصلاة ولا أسقطنا عنه، بيترك الصلاة وبيترك الصيام فيموت على سوء الخاتمة. ذلك الشريعة الله حفظ الطريق النقشبندي إلى الآن بفضل الله، ما بيسلموا إلا عالم شرعي. كذلك لهم ما بكفي، عليك أن تصحب من يشحذ همتك. همي بعض أوقات الذاكر بصيبه فتور، بيفتر عن الذكر. إذا فترت عن الذكر بدك ترجع من أول، شد همتك. بدك واحد دائما يشد همتك، دائما يعرفك بمقام الشيوخ حتى تنتفع بهم. فإذا الذكر يا إخواني بيحتاج إلى معرفة الشيخ، والبيعة أن تكون بينك وبين الشيخ. فمبايعة المرشد على الاستقامة والتحلي بالصفات الحسنة وتتحقق بركن الإحسان. الإسلام والإيمان والإحسان، هذا الدين. شو الإسلام؟ الإسلام أن تستسلم لأمر الله، هذا الإسلام، وهو أحكام التشريع من أمر ونهي. امتثال الأمر واجتناب النهي هذا شو يقال له؟ هذا الإسلام. أما الإيمان فهو للأمور الغيبية، عذاب القبر أن تؤمن به هذا إيمان، وجود الملائكة إيمان، اليوم الآخر إيمان، القدر خيره وشره هذا إيمان. فالإيمان أمر يقيني في القلب أن تعلم أن الله هو الذي قدر هذا، هذا الإيمان. أما الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه ما ترى، كأنك. شو معنى كأنك؟ هي الرابطة، كأنك تراه
ما في حقيقة. تعالى الله عن الصور، وتعالى الله عن الصفة، وعن المكان، وعن الزمان، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إنما تتخيل عظمة الله، تتخيل قدرة الله، فيمتلئ قلبك من الهيبة، والعين تبكي، تدمع العين خشية من عظمته. هذه العين التي الدمعة هي تحرمها على نار جهنم. هذا مقام الإحسان. في بيعك الله معي، في بيتك الله معي، في طريقك الله شاهد علي، عند غضبك الله ناظر إلي، عند الدنيا الله معي. فدائما يراقب أن الله معه في كل حال. هذا ابني الأخ الذاكر من أراد البيعة، لكن اللي بصاحب ما جيب لي واحد من قرايبك من الباب للمحراب، هذا خطأ. لا بد من الصحبة والمجالسة والحب، فإذا أحب انتفع، وإذا ما أحب كلمة الحب لك يا ابني والله والله كلمة غريبة. أنا لما بجيب له مثال، كلمة الحب تمديد شريط الكهرباء بين الساعة وبين التريا. فعند الحب تشعل التريا كلها. كم بلورة بتريا؟ في تريات فيها 300 بلورة. بكبسة الزر كم بلورة بتشعل؟ 300 بلورة. في بلورة بتاخد عن الثانية، واحدة بتضعف واحدة بتقوى، كلهم بياخذوا مدد واحد، والإخوان كلهم في قلب الشيخ مثل التريا، كلهم بياخذ مدد واحد إذا كان مربوط تمام. وإذا كان رباطه محلول ما بتصل الكهرباء. فهمتوا المثال؟ هذا مثال واقعي. فربوط قلبك رباط جيد والكهرباء لابد أن تصل. مجرد ما تشعل المفتاح وصلت الكهرباء. إذا كان في رباط الحب بينك وبين شيخك، هالشريط هذا شو هو؟ رباط الحب. وهذا الزر شو بتسميه؟ هذا زر الوصال. الحب بده زر الوصال. زر الوصال تكبس زر الوصال تشعل تريا كلها. موجود عندك زر الوصال، شريط الحب موجود، تنتفع. ما موجود يا أخي والله شعلنا ما عم تشعل تريا، ليه؟ محلولة بلورات. طيب، والبيعة تكون بيع للرجال وبيع للنساء. بايع النبي الرجال وبايع النساء، لكن الفرق بين البيعتين، الرجل يضع يده في يده وبيقرأ آية البيعة، النساء النبي بايعهم بالكلام. قال إنما قولي لامرأة كقولي إلى 100 امرأة. ما بتحتاج إلى مصافحة ولا بتحتاج إلى، إنما بمجرد التوجه يكون الفتح والعطاء. السبب، في سبب. الرجل مشغول بالدنيا والأعمال، فبده مين ينخذه من الوحل ويحطه حتى يعطيه. أما المرأة صافية، ما عندها دنيا، ما عندها شغل، صافية ما في شيء، بمجرد التوجه بيكون العطاء. فالبيعة كذلك تكون للنساء. والله تعالى خاطب النبي: يا أيها الذين، يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن، ولا يزنين، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، ولا يعصينك في معروف، فبايعهن واستغفر لهن الله.
اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.